هذا وتستعد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في كل عام لمواجهة موسم الأمطار بخطط تتعلق بسحب مياه الأمطار وصيانة شبكات الصرف الصحي، كما شكلت لجنة مختصة للإطلاع على كل ما يتعلق بهذا الموضوع. مع بدايات فصل الشتاء يصبح الاستعداد واجبا فيما يتعلق بمجالات السلامة العامة، خاصة تلك التي تتعلق بالأمطار الغزيرة. اللجنة العليا للأمطار بوزارة الأشغال تضع في كل عام مجموعة من الخطط الاستباقية لمواجهة أي ضرر ينتج عن الأمطار الغزيرة، لجنة معنية بدراسة رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، لا سيما تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار. وتقوم اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية بتوفير العشرات من الصهاريج التي من شأنها سحب المياه المتجمعة في الطرقات والشوارع، والتعامل مع الأمطار بالسرعة الممكنة وتقليل حجم الأضرار المترتبة على ذلك. يذكر أن بوزارة الأشغال لجنة تقييم الأضرار، وهي لجنة معنية بدراسة وتقييم الأضرار الناتجة جراء مشاريع الطرق أو الصرف الصحي التي تنفذها الوزارة، وقد تم تفعيل دور اللجنة للبدء في الإسهام بحصر الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار بحسب التوجيه الصادر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر.